نعم حسين، هذا البلاغ يعني عمق من حالة الجدل والخلافات سواء بين الأحزاب السياسية أو كذلك حتى على مستوى الشارع وشبكات التواصل الاجتماعي. القراءات بدأت أولا بالتساؤلات عن دعوة الرئيس اليوم ومؤسسة الرئاسة للمواطنين للاستفتاء بنعم على هذا الدستور. بعض التساؤلات التي طرحت: هل من حق اليوم الرئيس دعوة التونسيين للاستفتاء بنعم ضمن هذه الحملة، أو المفروض أن يظل على الحياد ويترك حرية الاختيار للتونسيين؟ هذا الجدل الأول الحاصل على مستوى هذا البلاغ. ثم أيضا ربما هذا البلاغ أيضا وضح الصورة أكثر فيما يتعلق بموقف الأحزاب من هذا الاستفتاء. منذ قليل جبهة الخلاص في مؤتمر صحفي عاجل قالت إنها يعني ترفض هذا الاستفتاء وكل المسار السياسي الذي دعا له طبعا الرئيس التونسي منذ الإطاحة بالبرلمان صحيفة العام الماضي. هذا نفس الموقف تتبناه حركة النهضة وعديد الأحزاب الأخرى. في المقابل في الشق الآخر هناك أيضا أحزاب أعلنت صراحة دعمها لسعيد ولمساره الجديد وكذلك لهذا الدستور، ودعت منخرطيها والرأي العام للاستفتاء والاقتراع بنعم على هذا الدستور الجديد. بلاغ الرئاسة حسين قال إن هذا الدستور يمثل اليوم فرصة حقيقية للقطع مع العشرية السوداء كما أسماها الرئيس سعيد، وهي العشرية التي هيمنت عليها حركة النهضة سواء في البرلمان أو في المؤسسات الكبرى لتونس. نعم طيب، كيف يتم من الآن فصاعدا إلى الاستعداد ليوم الاستفتاء على الدستور نجلاء؟ منذ يوم 3 يوليو انطلقت حملة الاستفتاء. الأحزاب المساندة للرئيس بدأت بالفعل في نشر مسودة الدستور وإقناع منخرطيها يعني وأنصارها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع في 25 من يوليو المقبل من أجل الاستفتاء بنعم والاقتراع بنعم على هذا الدستور الجديد. في المقابل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدأت بالفعل بالأعداد لهذا الموعد يعني السابق، هو الحقيقة يعد سابقة من نوعها بعد ثورة التونسيين. بدأ أولا التعريف بهذا الدستور من خلال يعني الشاشات العملاقة في بعض الشوارع، أيضا يعني كل ما هو دعاية اليوم تقوم بها لهذا الدستور تقوم بها هيئة الانتخابات. أيضا وقع نشر الدستور الجديد في بعض الصحف، أيضا في بعض المواقع، يعني من أجل الاطلاع عليه أكثر لدى المواطن البسيط والفئة التي يعول عليها اليوم سواء الرئيس أو الهيئة من أجل الاقتراع. هيئة الانتخابات تقول إنه من المتوقع بعد تحيين سجلات الناخبين أن يتوجه ما لا يقل عن 7 ملايين ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع التوجه لصناديق الانتخاب في 25 من يوليو. يوم 23 سيكون الاقتراع خارج تونس، ويوم 25 سيكون الاقتراع في 24 محافظة طبعا بتأمين من المؤسسة العسكرية والأمنية لهذا الحدث. تقريبا 80 ألف موظف سيقومون بتأمين العملية الانتخابية صلب هيئة الانتخابات، وكذلك شكرا. سيتم التعاون كما قلت مع مؤسسة الجيش الوطني والأمن لتأمين هذا الحدث السياسي الكبير. حسين نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. الزميلة نجلاء بوخريس مراسلة الغد كنت معنا من تونس.